بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إخواني أخواتي نتكلموا على السحر الموروث، سواء كان سحر مطعوم توكال، سواء كان السحر مكتوب معلق مقبور في مقارة، طائرة في طائر، عمولة في ماء، في جيفة، في نجس، في أدوات ديال الحمام، كيس، مشطة، زغبرة، صباط، سواء كان ديال الفقيه أو ديال الكهان ديال العيالات أو ديال ديال الجن. حتى الجن راه تيقوموا بالسحر، جن الشيطان، الحكماء ديال الجن والسحر راه أخطر من ديال الإنس، راه هما اللي تعلموا الإنس السحر، يوحى إليهم الجن، يوحى إلى الإنس، يوحى إلى الإنس أو يوحى إلى الإنس، المصطلح الصائفي هذا. المهم السحر الموروث، الإنسان تيكون ما عنده حتى شي حاجة ولكن عنده أعراض، هذاك الرجل أو المرأة تيكون ورد هذاك السحر في البطن ديال أمه وفي الرضاعة ديالو، أو تيكون هو زهري، فتلك زهريته إما سلبية إليه أو إيجابية عليه، ويوجد في الدم دمان، دم القائد والدم الملكي. الدم القائد يكون محارب، والدم الملكي يكون من المعززين ومن المقربين إلى ملوك الجن، ولديه يعني ولديه قدرة وقوة وصبرا وغنى، وهناك من زوريته شرا عليه، يكون فقيرا ولا يتزوج، تزوج لا يصلح للأبناء، ولا تزوج لا يصلح للأبناء، أو تتطلق أو يطلق، أو يكون فقيرا، أو تكون عنده التابعة حتى درهم ما تبقى، أو المهم تتاخذ تلك زوريته من هو إيجابي لما هو سلبي. زوريته في تلك عليه، يعني الإيجابية كما قلنا أو سلبية. أما ما أكدنا في الفيديوهات السابقة عن السحر الموروث، فهو كما نقول التوكال، التوكال أن ذاك الرجل أنه لا يحب الزواج، الفتاة لا تحب الزواج، ذاك السيد في محطة يلقى العكوسات، البنت في محطة تلقى العكوسات رغم أنها جميلة مثقفة، إنسان فيها شروط ديال الزواج، هو ذاك السيد هو عنده شروط ديال الزواج. هذا كاين العلاج ديالو، وهذا هذا الموضوع غنزدو مع موضوع اخر هو ديال سحر التصفيح. كاين النساء اللي تصفحوا بناتهم من الصغر انهم باش ما يقرب لهم حتى شي واحد، يعني باش لا ربطوا صداقات غراميه او كذا وكذا كذا، ان ما يفترضش البكره ديالهم او ما يتعداش عليهم او كذا، وحتى ما يتعدى عليهم انه ما يقدرش، لان تيكونوا مثقفات حتى يتزوجون. ولكن تسبق مشيئة الله، تتوفى ديك المراه الام، تفقد البنت مصفحه وما تعرفش اللي فكها، لأن كنت تصفح بنتها بالمنسج، كنت تصفح بنتها بالغربة، كنت تصفح بنتها بالقفال، كنت تصفح بنتها. هناك الثقافة الشعبية المحلية أو العربية، يعني فيها كثيرا من 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 نماذج للتصفيح. من يشعر بشيء منها في هذه الأبواب اللي ذكرنا مرحبا به، وجدوا علاجه إن شاء الله، توكال، سحر، جن بإذن الله. ولا تنسوا الدعم ولا تنسوا الاشتراك إن شاء الله، ولنا إن شاء الله أحاديث كثيرة، ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة لكي لا تشجعونا على الجديد بإذن الله بأمر الله.
الله يرحمه.